السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نوثق مع بعض تطبيق الأرض الذكية. كما نشوف هنا عندي 91,000 عملة، لما نوثق راح تروح تقعد يديو 10,000 عملة حق التوثيق. راح تروح تضغط هنا، ثم تضغط هنا، ثم تضغط هنا، الآن راح تضغط هنا، راح تختار لا ريجيون يعني الدولة، هنا طيب إيد، تحب تختار الباسبور ولا تختار بطاقة التعريف. الآن هنا تحط الاسم واللقب، وهنا تحط رقم البطاقة. كود البيع، عندنا كود من 6 أرقام، هنحط الكود ونعمل أوكي. كما نشوفه الآن راح نضغط على تحميل البطاقة من الجهة الأمامية ومن الجهة الخلفية، ثم نقدم الوثائق راح يقبلوا معك التوثيق. هذا هو الفيديو تاع اليوم، بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.